لا أحد يدخل هنا من دون أن يمر على هذه الإجراءات الوقائية. هكذا كان الحال في هذا المطعم وفي مختلف المحلات عند استئناف النشاطات التجارية بولاية وهران. اليوم تاعنا رانا نوعوه، قال دير الكمامة، احترم مسافة الأمان، والحمد لله ثاني الشعب راه واعي. كل كليون يجينا نعطوه كمامة، دايرين جال. ايفيتي ثاني لو كونتاكت مع لي جون، واحد يبعد ثاني على خوه. قرروا استئناف هذه النشاطات أراح العديد من التجار، فيما لا يزال البعض ينتظر الترخيص لنشاطات أخرى. ما ضرينا بزاف، وديجا كنا نقراو في هذا القرار باش يديروه لنا ويعاونونا به، وخفوا علينا شويه الاجراءات شويه، والحمد لله رانا متاخدين كاع الاجراءات الوقائيه. التخصص فاش؟ في الاحذيه، حنا واحدين من الناس اللي ما حلوش. صافي 3 موا ولا 4 موا حنا نعانوا. وحدها المداومه على هذه الاجراءات الوقائيه من تضمن استمرار النشاط التجاري دون مخاطر لعدوى كورونا.